الظروف ممكن تجبرك على فعل أمر ما لم تكن تتخيل أنك ستقوم به. هذا بالضبط الذي حدث مع الجراح الروسي ليونيد روجوزف. الاتحاد السوفيتي كون فريق من 12 شخص للقيام بإنشاء قاعدة عسكرية في القطب الجنوبي. تم إرسال الفريق وكان من ضمنهم الطبيب الجراح ليونيد واللي كان عمره وقتها 27 سنة فقط. كانت مهمته إسعاف وعلاج أي شخص في الفريق طوال فترة بقائهم هناك. الرحلة من موسكو حتى القطب الجنوبي استغرقت 36 يوم. الفريق أتم بناء القاعدة العسكرية وكان عليهم الجلوس فيها طوال فترة الشتاء. سنة 1961 شعر الجراح ليونيد بالغثيان وبدأت حالته تتدهور، وفجأة شعر بألم شديد أسفل بطنه في الجزء الأيمن، وبحكم خبرته كجراح فقد علم أنها أعراض الزائدة الدودية. عملية الزائدة الدودية من العمليات الشائعة والبسيطة إذا تم عملها في المدن، لكن ليونيد كان في مكان قاحل ليس به مستشفى أو حتى أطباء. ليونيد لو ترك الزائدة الدودية تنفجر سيموت في الحال، لأنها ستسبب تسمم في دمه. لم يكن هناك طبيب في الفريق غير لوميني، فقرر أن يتخذ خطوة تاريخية، خطوة من أجل البقاء على قيد الحياة. قرر أن يقوم بالعملية الجراحية لنفسه بنفسه، وكتب في مذكراته قبل إجراء العملية: لا تزال هناك أعراض واضحة على أن انفجار الزائدة الدودية بات وشيكا، لابد لي من التفكير في السبيل الوحيد الممكن للخروج. لإجراء عملية جراحية لنفسي يكاد يكون الأمر من المستحيل، ولكن لا يمكنني فقط أن أطوي ذراعي وأستسلم. وضع ليونيد خطة لإجراء العملية مستعينا بزملائه، فأعطى الأوامر لأحدهم بأن يمسك بالمرآة والآخر أن يمسك بالمصباح، وأحدهم يناوله معدات الجراحة. يقول أحد أعضاء الفريق عن ليونيد: لقد كان منظما للغاية، لدرجة أنه أمرهم بما يجب عليهم فعله إذا فقد وعيه، وكيفية حقنه بالأدرينالين وإجراء التنفس الصناعي له. هنا جاءت اللحظة التي تحبس الأنفاس. لقد بدأ ليونيد في العملية فعلا، حقن نفسه ببنج موضعي وأمسك بالمشرط وقام بفتح المنطقة أسفل البطن وأخرج أمعاؤه وأزال الزائدة الدودية. استغرق الأمر ساعتين حتى انتهى من عمل آخر غرزة لغلق الجرح، وبهذه المخاطرة وبفضل الله أنقذ ليونيد من موت محقق. عاد ليونيد إلى وطنه بطلا قوميا. كانت قصة بقائه المذهلة أداة قوية لآلة الدعاية السوفيتية. قبل 18 يوما فقط من إجراء العملية أصبح زميله الروسي يوري جاجارين أول رجل يصل الفضاء، وتم إجراء مقارنات بين الرجلين. لقد كان تشابها قويا، كلاهما كان في نفس العمر 27 سنة، وكلاهما ينتميان إلى خلفيات من الطبقة العاملة، وكلاهما حقق شيئا لم يتحقق في تاريخ البشرية من قبل. اعتبرت شجاعة الجراح ليونيد روجوزوف رمزا لبقية العالم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خدمة الجرس واللايك والشير، ودمتم بألف خير.